السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين. احنا دلوقتي في بداية الترم. المادة بتاعتنا زي ما انتم عارفين هي ELC 313 أو هي مايكرو إلكترونيكس 2، وزي ما هو واضح من اسمها فهي تعتبر تكملة لمايكرو إلكترونيكس 1 اللي انتم خدتوها الترم اللي فات. ايه المطلوب منا في المادة دي؟ احنا هنتعرف على ديفايس جديد اسمه ال VGT او البايبولر جونكشن ترانزستور. لو انتوا فاكرين انتوا اخدتوا نبذة عنه في مايكرو 1. ايه المطلوب منا في الكورس ده؟ المطلوب منا في الكورس ده ان احنا هنتعرف على استخدامات البايبولر جونكشن ترانزستور. فاستخداماته الاساسية ان هو بيستخدم اما كاوتوماتيك سويتش، وده انتوا اتكلمتوا عليه في مايكرو 1، او بيستخدم كامبليفاير. بيستخدم كامبليفاير يعني ايه امبليفاير؟ امبليفاير ده ديفايس بستخدمه ان انا بدخل له سيجنال الامبليتيود بتاع الكرنت والفولت بتاعها قليل. الامبليفاير ده بيبقى وظيفته ان هو يكبر الامبليتيود بتاعه الكرنت وبتاعه الفولت. طيب لو هيكبر الامبليتيود بتاعه الكرنت او بتاعه الفولت فهو كده كانه بيكبر الامبليتيود بتاعه الباور. فانا الغالبيه العظمى من الامبليفايرز انا ممكن اسميها باور امبليفاير. هو فعلا كل انواع الامبليفايرز بتكبر الامبليتيود بتاعه الفولت وبتكبر الامبليتيود بتاعه الكارنت؟ الاجابه لا. في بعض الكونفيجريشنز للامبليفاير بتكبر الامبليتيود بتاع الفولت والكارنت زي الكومن اميتر كونفيجريشن. هنشرح يعني ايه بعد كده بالتفصيل يعني ايه كومن اميتر كونفيجريشن، وده ساعتها بنسميه باور امبليفاير، وده احسن نوع من انواع الباور امبليفاير. في نوع تاني من الامبليفايرز بيكبر الامبليتيود بتاع الكرنت انبوت سيجنال بس ما بيكبرش الامبليتيود بتاع الفولتج. طيب في الحاله دي الكونفيجريشن ده بنسميه كومن كولكتور امبليفاير. هل هو يعتبر باور امبليفاير؟ احنا عارفين ان الباور عباره عن حاصل ضرب الفولت في الكرنت، فكمان هو هيعتبر ان هو بيكبر باور. هو مين اعلى في تكبير الباور، الكومن اميتر كونفيجريشن ولا الكومن كولكتور؟ طبعا الكومن اميتر كونفيجريشن هو الاعلى لان هو بيكبر الفولت والكرنت الاثنين، لكن الكومن كولكتور بيكبر كرنت. في نوع ثالث، في نوع ثالث. النوع الثالث ده بيكبر الامبليتيود بتاع الانبوت فولتج بتاعي بس ما بيكبرش الامبليتيود بتاع الكرنت. طيب الكونفيجريشن ده اسمه كومن بيز امبليفاير. طبعا اقدر اسميه باور امبليفاير برضو لانه بيكبر فولت، فيبقى التوتال باور بتاعي كبر، بس برضو نسبة تكبيره للباور ما هي زي الكومن اميتر. ده كده جنرالي يعني ايه امبليفاير وايه هي استخداماته الاساسية. احنا كل كونفيجريشن من دول هنعرف عنه كل حاجة، هنعرف ازاي بنوصله، ازاي بنعمل له اناليسز، هو ليه بيكبر الفولت او ليه بيكبر الكرنت، او اذا كان بيكبر فولت وكرنت مع بعض برضو هو ليه بيكبر. هي دي بس الحاجات اللي احنا عايزين نعرفها عن الامبليفاير؟ لا، انا في على الامبليفاير انا عايز اعرف عنه شويه بارامترز كده او كاركترستيك برضو هنتعرف عليها خلال الكورس وخلينا نقولها في وقتها. طيب احنا دلوقتي قاعدين بنقول ان الامبليفاير بيستخدم لتكبير فولت وكرنت كمان باور. السيجنال اللي هو بيكبرها دي يا ترى هي دي سي سيجنال ولا هي اي سي سيجنال؟ فعليا لو انا بقول ان هو بيكبر سيجنال فانا قصدي على السيجنال دي هي اي سي سيجنال، يبقى الامبليفاير اساسا هو بيكبر اي سي سيجنال. اي امبليفاير عشان خاطر يشتغل بيبقى محتاج دي سي سيجنال عشان خاطر تاكد لي ان الامبليفاير بتاعي ده شغال في الاكتيف مود. ايه هو الاكتيف مود ده او ايه هي المود اوف اوبريشن بتاعت البي جي تي؟ هنتكلم عليها دلوقتي. يبقى معنى كده ان احنا وصلنا دلوقتي لمعلومتين. المعلومه الاولانيه ان الامبليفاير اساسا هو بيكبر اي سي سيجنال، يا اما بيكبر الفولت بتاعها او الكرنت بتاعها، او بيكبر الفولت والكرنت مع بعض يبقى هو بيكبر الباور. تاني معلومه ان لازم الامبليفاير عشان خاطر يشتغل محتاج دي سي سيجنال عشان خاطر تخليه يشتغل في الاكتيف مود. انتوا طبعا في مايكرو 1 خدتوا المود اوف اوبريشن بتاعه البي جي تي، واتفقنا ان هما ثلاثه مود اوف اوبريشن، الكات اوف والساتوريشن، وساعتهم في الحاله دي الترانزستور بيشتغل كاوتوماتيك سويتش، والاكتيف مود اللي الترانزستور بيشتغل فيها كامبليفاير. عايزين نعمل دلوقتي
زي ريفيجن كده على كل اللي خدناه في مايكرومان، ونبتدي نبني عليه اللي احنا عايزين نوصل له في مايكروتون. خلينا نبتدي. ايه هي المين بوينتس اللي احنا هنتكلم عليها؟ اول حاجة هنتكلم على الفيزيكال استراكشر بتاعة البي جي تي، وبعدين هنشرح بالتفصيل البي جي تي مود اوف اوبريشن اللي هي اكتيف وساتوريشن وكاتوف، وبعدين هنتكلم على الكاركترستيك بتاعة البي جي تي وانواع البايزنج. اول حاجة هنتكلم عليها هي الفيزيكال استراكشر بتاعة البي جي تي. طبعا الترانزستور بتاعنا او البي جي تي بتاعنا هو عبارة عن جهاز ليه 3 اطراف، وبيتكون في الاصل من 2 بي ان جانكشن او 2 دايود متوصلين مع بعض باك تو باك. عايزين نعرف يعني ايه 2 بي ان جانكشن او 2 دايود متوصلين مع بعض باك تو باك. اول حاجه انا عندي البي ان جانكشن الاولانيه، وادي البي ان جانكشن الثانيه باك تو باك، يعني اما الاثنين انود متوصلين مع بعض او الاثنين كاثود متوصلين مع بعض. فبالنسبه لي الرسمه دي هنا الاثنين انود متوصلين مع بعض، وهما الاثنين اللي بيكونوا لي البيز جانكشن. الاثنين كاثود اللي متبقيين في كل بي ان جانكشن، واحد منهم انا بسميه الكوليكتور والتاني انا بسميه الاميتر. في الحاله دي الترانزستور ده هيبقى نوعه ان بي ان ترانزستور، يبقى الان بي ان ترانزستور الاثنين انود متوصلين مع بعض باك تو باك. في نوع تاني من الترانزستور، عندي النوع التاني من الترانزستور ان الاتنين كاثود هما اللي بيبقوا متوصلين مع بعض للاتنين بي ان جانكشن بتوعي، وبيكونوا لي البيز تورمينال او البيز جانكشن، والاتنين انود واحدة منهم بتكون لي الاميتر والتانية بتبقى هي الكوليكتور. وفي الحالة دي الترانزستور ده هيبقى اسمه بي ان بي ترانزستور. لو انا عايز اشوف الالكترونيك كونستراكشن بتاعه، فهو هيبقى عبارة عن اتنين دايد هنا الاتنين انود متوصلين مع بعض وبيكونوا لي البيز، وكل كاثود من الاتنين بيبقى متوصل بيه تورمينال للترانزستور اما الاميتر او الكوليكتور. لو انا عايز ارسم الالكترونيك سيمبل للام بي ان ترانزستور، فهو هيبقى عبارة عن بيز وخارج منها طرفين، طرف هيبقى الاميتر والطرف الثاني هيبقى الكوليكتور. يبقى انا الجانكشن اللي عندي في النص دي هي البيز، وبقالي ان انا احدد مين الكوليكتور ومين الاميتر. هو انا مش بس عايز احدد مين الكوليكتور ومين الاميتر، ده انا كمان عايز احدد نوع الترانزستور. فاحنا عارفين دايما اني انا لما بحط سهم فده بيدل على اتجاه الكرنت، ودايما الكرنت بيتنقل من اعلى فولتج للاقل فولتج. فبما ان الترانزستور ده هو ان بي ان ترانزستور، يبقى معنى كده ان الكرنت بتاعي هيتنقل من البيز للاميتر، يبقى اتجاه الكرنت في الترانزستور ده هيبقى من البيز للاميتر، يعني هيبقى خارج من الترانزستور. يبقى انا اول حاجه حطيت سهم عشان احدد نوع الترانزستور بتاعي ان هو ان بي ان ترانزستور، وتاني حاجه هعرفها ان الطرف اللي عليه السهم دايما بقول عليه اميتر، يبقى اكيد الطرف الثالث هو الكوليكتور. يبقى انا كده عرفت معلومتين. المعلومه الاولانيه ان انا بحط سهم عشان اعرف منه نوع الترانزستور هو ان بي ان ولا بي ان بي، ولو انا ان بي ان يبقى السهم بتاعي بيبقى خارج لبره. والمعلومه الثانيه ان الطرف اللي عليه السهم هو الاميتر تورمينال. يبقى ده شكل الالكترونيك سيمبل بتاعي. طبعا ممكن احطه في دايره او ممكن ما احطوش، مش هتفرق كتير اتجاه الكرنت في الترانزستور ده. فبما ان الكرنت بتاع الاميتر خارج من الترانزستور، هيبقى البيز والكوليكتور داخلين للترانزستور، لان انا عندي قانون بيربط التلاتة كرنت بتوع الترانزستور بيقول ان الاي اميتر بيساوي اي بيز زائد اي كوليكتور. يبقى لو الاي اميتر خارج من الترانزستور، يبقى الاي بيز والاي كوليكتور داخلين. بالنسبه لي البي ان بي هيبقى شكل الالكترونيك كونستراكشن عباره عن اتنين دايد الكاثود بتاعهم هم اللي متوصلين مع بعض وبيكونوا لي البيز تورمينال، والطرفين الانود واحد منهم اميتر والتاني كوليكتور. لو انا عايز ارسم شكل الالكترونيك سيمبل بتاعه اللي انا بلاقيه في الدوائر الالكترونيه، نفس الحكايه، هيبقى عندي بيز وطرفين. الترانزستور بتاعي ده خلاص احنا عرفنا ان هو عباره عن بي ان بي ترانزستور، يبقى الكوليكتور بي والبيز ان والاميتر كمان بي.
واتجاه السهم بتاعي هيتنقل من الفولت الأعلى للفولت الأقل، يبقى اتجاه السهم هيبقى من الإميتر للبيز، هيبقى داخل للترانزستور. وبما إن الطرف ده هو اللي احنا حطينا عليه السهم بتاع الكارنت، يبقى ده هيبقى طرف الإميتر والطرف الثالث هو الكولكتر. خلينا نعرف كل لاير من التلاتة لايرز بتوعي، أو كل جونكشن من التلاتة جونكشن بتوعي. أول حاجة البيز هي الجونكشن الساندويتشد، أو اللي هي بتبقى بين الكوليكتور وبين الإميتر. تاني حاجة إن هي الدوبينج اللي فيها بتبقى قيمته صغيرة جدا. الدوبينج ده اللي هو ايه؟ الدوبينج ده اللي هو الامبيوريتي كاريرز اللي بتحوله لي لان اللي بتحول لي سيمي كوندكتور ماتيريال، اما الان تايب او البي تايب على حسب الجانكشن بتاعتي نوعها ايه. وكمان السيكنس بتاعت الجانكشن دي بتبقى صغيرة جدا. بالنسبة لي الاميتر لاير وهو واحد من الاوتر لاير، والسيكنس بتاعته متوسطة، عرض الجونكشن دي بيبقى متوسط، ونسبة الدوبينج بتاعتي بتبقى كبيرة جدا لان هو اللي بيأمت او هو اللي بيديني. طبعا وظيفة الاميتر ان هو بيعمل انجكت او بيأمت الكارنت كاريرز بتاعتي للبيز. لو انا NPN ترانزستور يبقى معنى كده ان الالكترونز هي اللي بتكون الكارنت عندي، هي اللي بتروح من الاميتر للبيز. لو انا كنت PNP ترانزستور يبقى الهولز هي اللي بتنقل من الاميتر للبيز. اخر حاجة عندي هي الكوليكتور لاير، برضو هي واحدة من الاوتر لاير. السيكنس بتاعتها هي اكبر سيكنس ممكنة لان هي المفروض اللي بتجمع كل الكاريرز اللي عندي، والدوبينج بتاعها متوسط. الخطوة اللي بعد كده احنا خلاص اتفقنا ان الترانزستور بتاعي بيتكون من اتنين NPN junction او اتنين دايود. الدايود الاولاني بيبقى بين البيز وبين الاميتر فبنسميه بيز اميتر junction، والدايود التاني بيبقى بين البيز والكوليكتور فبنسميه بيز كوليكتور junction. وبما ان البيز هي اللاير المتوسطة او هي اللاير اللي موجودة في البيز اميتر junction و البيز كوليكتور جانكشن، فعلى حسب الابلايد فولتج اللي على البيز انا اقدر اتحكم في المود اوف اوبريشن بتاعه الترانزستور بتاعي. طيب في الاول خالص يعني ايه مود اوف اوبريشن؟ الترانزستور بتاعي ده بيتكون من زي ما اتفقنا اتنين دايودز. على حسب الابلايد فولتج اللي على الدايود، الدايود بتاعي ممكن يكون فورورد في حاله لو كان الانود فولتج اكبر من الكاثود فولتج، وبيبقى ريفرس في حاله لو كان الكاثود فولتج هو اللي اكبر من الانود فولتج. طبعا الدايت في حاله الفورورد ان احنا بنقول عليه في حاله السكند ابروكسيميشن، ممكن اشيل الدايت واعوض عنه بطاريه قيمتها 7/10، وفي حاله الريفرس بشيل الدايت وبعوض عنه باوبن سيركت. يبقى معنى كده ان الترانزستور بتاعي هيبقى ليه 4 مود اوف اوبريشن. ايه هما؟ لو كان الاثنين دايت فورورد تبقى ده مود اوف اوبريشن، لو كان الاثنين دايد ريفرس ده مود اوف اوبريشن تاني، لو كان واحد من الدايد فورورد والتاني ريفرس، دول هيكونوا لي اثنين مود اوف اوبريشن. خلينا نتكلم شويه على المود اوف اوبريشن او طرق التشغيل المختلفه للترانزستور. اول مود اوف اوبريشن عندنا اسمه الكات اوف مود، ودايما اسم المود اوف اوبريشن بيعتمد على حاله الكارنت. فلما اقول ان المود اوف اوبريشن اسمه كات اوف مود معناها ان مفيش كارنت بيعدي فيه الامبليفاير وهو في المود ده. بالنسبه للكاركترستيك اللي بتميز البيز اميتر جانكشن والبيز كوليكتور جانكشن في حاله الكات اوف مود، ان الاثنين جانكشن دول بيبقوا ريفرس. يعني معنى كده ان انا ممكن اشيلهم واحط مكانهم اوبن سيركت. يبقى معنى كده ان المقاومه اللي بين البيز وبين الكوليكتور اوبن سيركت، وكمان المقاومه اللي بين البيز وبين الاميتر هي كمان اوبن سيركت. يبقى التوتال ريزيستنس اللي بين الكوليكتور وبين الاميتر اقدر اقول ان هي open circuit. هما اتنين مقاومتين مجموعين على بعض والاتنين open circuit، يبقى total resistance بتاعتهم open circuit. واقدر اقول ان في الحالة دي ان وظيفة الامبليفاير ان هو closed switch. وطبعا طالما ممنع بمرور التيار ما لا نهاية اللي هي open circuit، يبقى اكيد مفيش current بيعدي في الحالة دي. الحالة التانية هي الحالة اللي عكسها مباشرة، هي حالة الساتوريشن. واتفقنا ان الساتوريشن ريليتد لحاله الكرنت، فمعنى كده ان الساتوريشن حاصل تشبع للكرنت، يعني اعلى قيمه كرنت ممكن تعدي في الترانزستور بتبقى في حاله الساتوريشن. والكاركترستيك بتاعه الاثنين دايت ان هما بيبقوا الاثنين في حاله
فورورد. يعني ايه دايت فورورد؟ زي ما اتفقنا ان انا اقدر اشيله واحط مكانه شورت سيركت لو انا في الفيرست ابروكسيميشن، يبقى معنى كده المقاومه اللي بين البيز وبين الكوليكتور هي شورت سيركت، والمقاومه اللي بين البيز وبين الاميتر هي كمان شورت سيركت، يبقى الايكويفالنت ريزيستنس اللي بين الكوليكتور وبين الاميتر هي تجمع اتنين شورت سيركت، فهتبقى عباره عن شورت سيركت. وفي الحاله دي اقدر اقول ان ممانع مرور التيار بتاعتي صغيره جدا اللي هي شورت سيركت، تقريبا بتساوي زيرو. يبقى معنى كده اقدر اقول ان وظيفه الامبليفاير او الترانزستور في الحاله دي ان هو عباره عن اوبن سويتش. المود اوف اوبريشن اللي بعد كده هو الاكتيف مود، يبقى البيز اميتر جانكشن فورورد والبيز كوليكتور جانكشن ريفرس. طيب اشمعنى البيز اميتر جانكشن فورورد؟ لان هي دي الانبوت ريجون بتاعتنا، انا بدخل الانبوت دايما من البيز اميتر جانكشن والاوتبوت دايما بيبقى من البيز كوليكتور. يبقى في حاله لما يبقى البيز اميتر جانكشن فورورد والبيز كوليكتور جانكشن ريفرس، ده بتبقى حاله اكتيف مود. وطالما ان انا عندي مقاومه فورورد، يبقى اللي هو الجانكشن اللي بين البيز وبين الاميتر هي مقاومه صغيره جدا شورت سيركت، والمقاومه اللي بين البيز وبين الكوليكتور هي مقاومه ريفرس اللي هي تبقى اوبن سيركت او مقاومه كبيره جدا، قيمتها بتختلف على حسب الابلايد فولتج اللي بين البيز وبين الكوليكتور. يبقى معنى كده انا اقدر اقول ان الايكويفالنت ريزيستنس اللي بين الكوليكتور وبين الاميتر هي عباره عن فاريبل ريزيستنس، واقدر اقول ان الامبليفاير في الحاله دي بيستخدم كامبليفاير. اخر حاله بقى عندنا خالص ان البيز اميتر جانكشن يبقى هو الريفرس والبيز كوليكتور جانكشن يبقى هو الفورورد، والحاله دي بنسميها البريك داون، لان الانبوت بتاعي مش هيدخل الحاله دي فوربيدن وانا ما بستخدمهاش. خلينا نعمل ابستراكشن كده بسرعه على كل مود اوف اوبريشن. قلنا في حاله الساتوريشن البيز اميتر جانكشن بتبقى فورورد، وكمان البيز كوليكتور جانكشن بتبقى فورورد. في الحالة دي الترانزستور بيشتغل كلوزد سويتش، والفولت اللي بين البيز وبين الاميتر بيبقى أكبر من 7/10 في حالة الـ NPN، وطبعا ما ينفعش يبقى أكبر من 5 فولت عشان خاطر أحمي الترانزستور من إن هو يتحرق. طبعا لو أنا كنت PNP ترانزستور هيبقى الفولت اللي بين الاميتر وبين البيز، لأن الاميتر في الحالة دي هو البوزيتيف تايب والبيز هي النيجاتيف تايب، لازم يبقى أكبر من 7/10. الترانزستور في الحالة دي لو احنا اعتبرنا ان هو عبارة عن الكترونيك ديفايس، تعالوا ممكن نشوف هيبقى عبارة عن ايه. لو انا جيت حطيت على البي انبوت هنا 5 فولت اللي هي تعتبر لوجيك 1، وعايز اخد الاوتبوت بتاعي من على الكوليكتور، احنا اتفقنا ان انا في حالة الفورورد البيز اميتر جانكشن هتبقى فورورد والبيز كوليكتور جانكشن هتبقى ريفرس، فمعنى كده ان انا اقدر اشيل الترانزستور واحط مكانه شورت سيركت. ففي الحاله دي الكوليكتور هتبقى كانها دايركت كونكتد بالجراوند، يبقى اقدر اقول ان الفولت اللي على البي كوليكتور هيبقى بيساوي زيرو. ايه هو الديفايس اللي انا بدخل له انبوت بتساوي لوجيك 1 وبخرج منه اوتبوت بيساوي لوجيك 0؟ مظبوط كده، هو الانفرتر. فالترانزستور في حاله الساتوريشن اقدر اقول ان هو عباره عن انفرتر، لو دخل له لوجيك 1 يطلعه لي لوجيك 0. بقيه شغل الانفرتر بيبقى في حاله الكات اوف مود. خلينا نشرحها الاول، ان اتفقنا ان الاثنين دايت بيبقوا ريفرس بايز والترانزستور بيشتغل ك اوبن سويتش. طبعا بما ان البيز اميتر جانكشن ريفرس، فمعنى كده الفولت بتاعها لازم يبقى او الابلايد فولتج اللي على البيز اميتر جانكشن لازم يبقى اقل من 7/10. طيب لو انا جيت دخلت دلوقتي عشان اتاكد ان الجانكشن بتاعتي هي ريفرس، فجيت دخلت هنا 0 فولت على البيز، فاللي هيحصل ان الجانكشن اللي بين البيز وبين الاميتر مش هينفع تبقى فورورد عشان خاطر لسه ما تعدتش البارير فولتج اللي هو قيمته 7/10. يبقى البيز اميتر جانكشن ريفرس، وكمان البيز كوليكتور جانكشن هي كمان ريفرس، لان الترانزستور ده هو ان بي ان ترانزستور، فالبيز عليها 0 والكوليكتور عليها فولت اقل من 5 فولت بحاجه بسيطه، يبقى الجانكشن دي كمان ريفرس. يبقى انا ممكن اشيل الترانزستور ده واعوض عنه باوبن سيركت. طيب الاوبن سيركت دي هتخلي لي الفولت اللي على الكوليكتور بيساوي في سي سي اللي هي 5 فولت اللي هي تعتبر لوجيك 1، لان مفيش اي كارنت هيعدي من على المقاومه دي، لان طبعا اوبن سيركت مفيش كارنت
بيعد. يبقى معنى كده ان الترانزستور في حالة الساتوريشن وفي حالة الكاتوف بيستخدم كانفرتر. المود اوف اوبريشن اللي بعد كده هو الاكتيف مود، وبيبقى البيز اميتر جنكشن فورورد والبيز كوليكتور جنكشن هي الريفرس، والترانزستور بيستخدم كفاريبل ريزيستنس. ايه هي المعلومات المميزة لحالة الاكتيف مود؟ اول حاجة في حالة الام بي ان ترانزستور هيبقى الفولت اللي بين البيز والاميتر قيمته بتساوي 7/10، والفولت اللي بين الكوليكتور والاميتر البي سي اي بتبقى قيمتها اكبر من 2/10 فولت. طيب اشمعنى 2/10 بالذات؟ 2/10 بالذات دي ده هو قيمة البي سي اي في حالة الساتوريشن. الخطوة اللي بعد كده ان انا عايزة اكتب الكارنت ريليشنز اللي بين اطراف الترانزستور بتاعي كلهم. فاحنا قلنا ان الاي اميتر بتساوي اي كوليكتور زائد اي بيز. في كمان معادلة مهمة جدا ان هي ان الاي سي بتساوي بيتا اي بي، وبيتا ده هو معامل تكبير الكارنت. انا لو جيت شلت قيمة الاي سي وعوضت عنها ببيتا اي بي في المعادلة دي، فانا اقدر من هنا اخد الاي بيز مشتركة، فاقدر اقول ان انا عندي علاقة بين الاي اميتر والاي بيز ان اي اميتر بتساوي بيتا بلس 1 اي بي. نفس المعادله دي لو انا جيت شلت الاي بيز وعوضت عنها باي سي على بيتا، يبقى اقدر اقول ان الاي اميتر بتساوي بيتا بلس 1 على بيتا. يبقى انا كده كاني جبت علاقه بين الاي اميتر والاي سي اللي هي ان اي اميتر بتساوي 1 على الفا اي سي، او اقدر اقول ان اي سي بتساوي الفا اي. طيب قيمة الفا كام؟ قيمة الفا دايما اقل من الواحد، اللي هي عبارة عن بيتا على بيتا بلس 1. كمان اقدر اقول ان بيتا بتساوي الفا على 1 ناقص الفا، يبقى كده دايما قيمة الفا اقل من واحد، وبيتا الديفولت بتاعتها بتساوي 100. يبقى احنا لو مدينالكوش بيتا في الامتحان بنقول ان بيتا بتعوضه عن قيمة بيتا انها بتساوي 100، بس الافريج رينج البيتا ان هي من 100 ل 200. طبعا بما انها قيمة كارنت جين هو عبارة عن اي سي على اي بي فهي يونت. بعد كده عايز اجيب الانبوت كاركترستيك كيرف للترانزستور. طبعا احنا اتفقنا ان الانبوت جنكشن للترانزستور هي البيز اميتر جنكشن، ولو انا عايز اجيب الانبوت كاركترستيك كيرف، واحنا عارفين الكاركترستيك كيرف بتبقى علاقه بين الفولت وبين الكرنت، فانا اقدر اقول ان هي علاقه دايت. الفولت عندي على الاكس اكسس اسمه في بي اي، والكرنت على الواي اكسس واسمه اي بي. وطبعا بما اني ده دايت فيبقى العلاقه اللي ما بينهم اكسبوننشالي بالشكل ده. اقدر اقول ان الاي بيز بتساوي اي بيز ساتوريشن اي تو ذا باور في بي اي على في تي، والـ VT ده هو الثيرمال فولتج وقيمته بتساوي 25 ملي فولت. في عندي حاجة اسمها الترانسفير فانكشن للترانزستور، وده وصف الترانزستور بتاعي بيشتغل ازاي. طيب الترانسفير فانكشن دي دايما بتبقى علاقة بين input و output. طيب انا المعادلة دي او الكاركترستيك كيرف ده انا ممكن احوله من input characteristic curve لترانسفير فانكشن، عن طريق اني انا اشيل الـ I base وعوض عنها بـ اي سي على بيتا، وبما ان البيتا كونستانت فمش هتأثر عندي في حاجة في الكيرف. يبقى الكيرف بتاعي هيبقى بالشكل ده، وبعدين في الحالة دي اقدر اقول ان الاي سي هتساوي اي اس، واي اس في الحالة دي بتساوي اي بيس ساتوريشن في بيتا في اي تو ذا باور في بي اي على بي تي. اتفقنا ان البي تي هي الثيرمال فولتج وقيمتها بتساوي 25 ملي فولت، والاي اس هي الساتوريشن كارنت وقيمتها بتساوي بيتا في اي بيز ساتوريشن. بعد كده عايزين نشوف فولت مين اكبر من مين في المود اوف اوبريشنز المختلفه. في حاله الساتوريشن مود احنا اتفقنا ان البيز اميتر جنكشن والبيز كوليكتور جنكشن البيز كوليكتور جنكشن فورورد. طيب معنى كده ان فولت البيز اعلى من فولت الاميتر، ولا فولت الاميتر هو اللي اعلى؟ فده يعتمد على نوع الترانزستور بتاعي. فلو انا كنت ان بي ان ترانزستور هيبقى البيز بتاعي بوزيتيف والاميتر نيجاتيف، يبقى عشان البيز اميتر جنكشن تبقى فورورد يبقى لازم الفي بيز اكبر من الفي اميتر. بالنسبه للبيز كوليكتور جنكشن فهيبقى البيز بوزيتيف تايب والكوليكتور ان تايب، فلازم يبقى الفي بيز اكبر من الفي كوليكتور.
وخلاص اتفقنا ان الجوب بتاعت الترانزستور في الحالة دي ان هو كلوزد سويتش، وان الترانزستور بشيله بعوض مكانه بشورت سيركت، والقوانين اللي انا محتاج لها في حالة الساتوريشن ان الاي اميتر بتساوي اي كوليكتور زائد اي بيز، في بي اي بتساوي 7/10 وفي سي اي بتساوي 2/10. في حالة الكاتوف مود الاتنين جانكشن بيبقوا ريفرس، فمعنى كده ان في اميتر لازم يبقى اكبر من في بيز، وفي كولكتور لازم هو كمان يبقى اكبر من في بيز. والترانزستور في الحالة دي بيستخدم كاوبن سويتش وبمثله باوبن سيركت. وبعد كده التلاتة كارنت بتوعي بيساوي زيرو، وطبعا مش هقدر احدد قيم الفولتات لان هي بتعتمد على حسب السبلاي فولت اللي انا موصلاه. بالنسبة لحالة الاكتف مود البيز اميتر جانكشن بتبقى فورورد والبيز كوليكتور جانكشن بتبقى ريفيرس، يبقى معنى كده ان البي بيز لازم يبقى اكبر من البي اميتر والبي كوليكتور لازم تبقى اكبر من البي بيز. اتفقنا ان الترانزستور بيشتغل في الحالة دي از امبليفاير، واقدر امثله ان هو عبارة عن فاريبل ريزيستنس. المعادلات اللي احنا بنبقى محتاجين نبقى عارفينها في حالة الاكتيف مود ان اي اميتر بتساوي اي سي زائد اي بيز، واي سي بتساوي بيتا اي بي، اي اميتر هتساوي بيتا بلس 1 اي بيز، واي سي بتساوي الفا اي اميتر، وفي بي اي بتساوي 7/10. ده نفس الجدول بس بالنسبة للـ PNP ترانزستور، هسيبكوا انتوا تكتبوه. وكمان عملنا الجدول نفسه بس حددنا لو انا كنت PNP ترانزستور هيحصل ايه، لو انا كنت NPN ترانزستور هيحصل ايه في نفس الجدول. دلوقتي هنتكلم على الترانزستور Output Characteristic، واحنا اتفقنا ان الكاركترستيك هي علاقة بين فولت وكارنت، وطالما ان انا بتكلم على output characteristic يبقى انا بتكلم على output voltage و output current. اكتر نوع مستخدم في الترانزستور بيبقى ال common emitter configuration، ال output current بيكون IC وال output voltage بتبقى ال VCE، يبقى انا برسم علاقة بين ال IC وبين ال VCE. ال output characteristic curve ده بيبان عندنا التلاتة او الاربعة mode of operation بتوعنا. اول حاجة ال cutoff region بيبقى البيز اميتر جانكشن ريفرس، ومعنى كده ان قيمة الاي بيز بتبقى بتساوي زيرو ومفيش كارنت بيعدي في الترانزستور، فهي دي الحالة بتاعة الكات اوف مود ان قيمة الاي بيز تقريبا بتساوي زيرو. الحالة اللي بعدها هي حالة الساتوريشن، واتفقنا ان البيز اميتر جانكشن والبيز كوليكتور جانكشن الاتنين بيبقوا فورورد، قيمة الاي سي بتبقى ماكسيمم وما بتعتمدش على البيتا وعلى الاي بي، وساعتها تبقى قيمة الفي بي اي اكبر من قيمة الفي سي اي اللي هي بتساوي 2/10. والمنطقة بتاعت الساتوريشن هي المنطقة دي، تختلف قيمة الاي سي ماكسيمم على حسب البايزنج فولتج اللي انا مستخدمه. الريجون اللي بعد كده هو الاكتيف ريجون، وده بيبقى شرط فيها ان البيز اميتر جانكشن فورورد والبيز كوليكتور جانكشن ريفرس، يبقى قيمة ال VBE أصغر حاجة اللي هي 7/10، ال VCE قيمتها بتتغير على حسب ال Bising Voltage بتاعي، وطبعا قيمة ال VCE لازم تبقى أصغر من قيمة ال VCC اللي هو Supply Voltage بتاعي. بالنسبة لل Active Region فإحنا ممكن نرسمه، فهو بيبقى في المنطقة اللي بين Saturation Curve وبين ال Cutoff Curve، وطبعا ما بيكونش الترانزستور وصل لي البريك داون، فالمنطقة دي هي منطقة الاكتيف مود، وبنرسم عليها ال DC لود لاين اللي هو بيبقى عبارة عن خط وهمي بيربط كل النقط اللي الترانزستور ممكن يشتغل عندها بسبب الكونكشن اللي احنا موصلينه. آخر حاجة الريجون بتاع البريك داون، وده بتبقى فيه قيمة ال IC وال VCE بتبقى قيمتهم كبيرة جدا، وده ممكن يؤدي لي ان الترانزستور بتاعي ممكن يتحرق. اخر حاجة البايزنج فولتج بتاعي بيبقى ان انا بحط الابلايد سورس على التورمينال بتاعة الترانزستور، فانا دايما بحط سبلاي سورس اسمه في سي سي، وده غالبا بيبقى متوصل من الكوليكتور الاميتر، وبحط ابلايد سورس كمان او بايزنج سورس، وده بيبقى كنترولر فولتج بين البيز وبين الاميتر. طبعا سواء كنت NPN ترانزستور او PNP ترانزستور اللي بيختلف بس البولاريتي بتاعة الـ sources بتاعتي.
الفيديو اللي جاي إن شاء الله هنشرح فيه إيه هي أنواع البايزنج المختلفة ويعني إيه بايزنج، ونبتدي نحل مسائل. شكرا.